المستشارين التعقيب. شكرا جزيلا على الجواب ديالكم. بدايه احنا كننوه بالمجهودات اللي كتبذلوا على راس هذا القطاع. هذا السؤال هذا نحن لا نجادل فيه على اهميه هذا البرنامج ديال المدن بدون صفيح، لان هذا البرنامج فعلا استطاع ان منذ انطلاقه ان ينقذ 250 الف اسره من سكن غير لائق الى سكن توفر فيه شروط العيش الكريم. احنا السيد الوزير طرحنا هذا السؤال كنتحدثوا على البطء اللي كيعرفوا البرنامج بعض المدن خصوصا المدن الكبرى بحال الرباط، بحال الدار البيضاء، بحال مراكش، بحال تطوان، بحال طنجة، بحال فاس، خصوصا ان واحد العدد ديال المدن بحال مثلا مدينه طنجة وتطوان منذ سنه 2013 وانتم كتدرجوهم في البرنامج السنوي ديال الوزاره ديالكم على انه ستعلن مدن بدون صفيح، ويتاخر الاعلان عن ذلك. تقريبا 2013 طنجة وتطوان كتعلن على ان غتكون مدينه مدن بدون صفيح وكيتاجر هذا الموضوع. بالنسبه لمراكش فعلا انخرطت في هذا البرنامج منذ سنه 2004 وكان الهدف هو القضاء على كل الدواوير بالمدينه في افق 2007. للاسف لم يتحقق هذا الهدف، ثم دار اتفاقيه اخرى سنه 2011 وكان الهدف منها هو استكمال البرنامج اللي كيتعلق بتقريبا 8000 اسره، النص فيها في اعاده الهيكله والنص فيه ترحيل ديال هاد الدواوير. حنا اليوم السيد الوزير في 2017 هذا البرنامج ما تحققش مره اخرى، كاينه فعلا اشكالات وكاينه اكراهات. حنا كنقترح لكم السيد الوزير بعض المقترحات فيما يخص الموضوع المتعلق بالندره ديال العقار، هذا يعني اشكال مطروح. كنقترحوا عليكم باش تفتحوا حوار مع وزاره الاوقاف من اجل تعبئه العقار التي توفر على المدينه للمساهمه في حل هذا المشكل، طالما ان المشكل عنده طابع اجتماعي. ثم كذلك اعتماد تحفيزات اضافيه، لان بعض المرات هذوك الدواوير دوك الساكن ما كيبغوش يترحلوا، لذلك حنا كنقترحوا باش ديروا تحفيزات اضافيه لتشجيع ساكني الدواوير للقبول بالترحيل الى الاماكن الاستقبال المعده لهم. كذلك العمليه ديال التدقيق ديال الاحصاء مساله اساسيه لمحاربه السماسره في مجال السكن العشوائي. والا السيد الوزير غادي نبقاو دائما غنديروا في واحد الحلقه مفرغه، الا ما كانش واحد النوع ديال الضبط ديال الساكنه اللي كتسكن في هذه الدواوير غادي يبقاو دائما ما عمرنا نتغلبوا على هذا المشكل. لذلك السيد الوزير حنا كنطلبوا منكم واحد الموعد نهائي لاعلان مدينه مراكش مدينه بدون صفيح. وشكرا السيد الوزير. السيد